اليونان تتهم إيران بالقرصنة بعد احتجاز طهران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. مسؤولون عسكريون أوكران يرجحون انسحاب قوات بلادهم من مناطق استراتيجية مع تقدم القوات الروسية. السلطات الأمريكية تعترف بإخفاقها في حادث إطلاق النار بمدرسة في تكساس. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. احتجت اليونان على احتجاز قوات إيرانية ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني في مياه الخليج، واتهمت أثينا طهران بالقرصنة بعد أن استخدمت الأخيرة طائرات هليكوبتر لإنزال قوات عسكرية على متن السفينتين قبل اقتيادهما إلى المياه الإيرانية الأسبوع الماضي. حذر حاكم ولاية لوهانسك في أوكرانيا من أن القوات الموجودة في سيفردونيسك قد تضطر إلى الانسحاب منها مع تقدم القوات الروسية، مرجحا خروج القوات الأوكرانية منها خشية الوقوع في حصار روسي. وتعتبر موسكو الاستيلاء على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا من الأهداف الرئيسية للحرب. انتخب مجلس النواب اللبناني الجديد نبيه بري رئيسا للبرلمان في جلسته الأولى اليوم، وذلك للمرة السابعة على التوالي. ويعتبر بري صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي والأرجح في العالم، ورغم ظهور حركة شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل كامل للطبقة السياسية اللبنانية، حافظ بري على منصبه مستفيدا من تحالفات مكنته من الفوز ب 65 صوتا من إجمالي 128. أهلا بكم من جديد. أكد مسؤول السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية أن الشرطة اتخذت القرار الخاطئ بتأخير اقتحام الفصل الدراسي الذي أطلق فيه المسلح النار وقتل 19 طفلا في مدرسة في مدينة أوفالدي. وأدت الاستجابة المتأخرة مع اللقطات المصورة التي تظهر أولياء الأمور خارج المدرسة يحتجزون من قبل الشرطة بينما كان المسلح لا يزال في الداخل إلى غضب شعبي متنام والتدقيق في كيفية معالجة الشرطة للوضع. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدر القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة بينها العزل. ويتوطن جدر القردة وهو عدوى فيروسية تسبب أعراض خفيفة في بلدان إفريقية، ولكن انتشاره في أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف. وهناك حتى الآن أكثر من 200 إصابة بين مؤكدة ومشتبه بها. في الختام تذكير بأهم العناوين. اليونان تتهم إيران بالقرصنة بعد احتجاز طهران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. مسؤولون عسكريون أوكران يرجحون انسحاب قوات بلادهم من مناطق استراتيجية مع تقدم القوات الروسية. السلطات الأمريكية تعترف بإخفاقها في حادث إطلاق النار بمدرسة في تكساس. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.